بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين. ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته. احذروا الحوزة الأمية، هي كالمستشفى الموبوء الذي ينشر الأمراض. الحوزة الأمية تنشر الأمراض الاجتماعية والفكرية والعقدية كالغلو بالأئمة بأئمة أهل البيت، والخرافة والاستبداد والتفرقة والشرك بالله تعالى. جميع العلماء يقولون بأن المرجعية الدينية المعروفة الآن عند الشيعة، هذه لا يوجد عليها نص قرآني واضح أو صريح، وحتى مؤول، وحتى نص غامض لا يوجد عليها، ولا يوجد لا من النبي ولا من الأئمة الآخرين توصية بالتقليد الأعمى لما يسمى بالعلماء. ولكن يقولون الدليل الأساسي عندنا هو الدليل العقلي، مثل المريض عندما يراجع الطبيب. طيب، هذا أفضل مثال، خلينا شوية نحلله. المريض يراجع الطبيب الماهر، الطبيب اللي عنده شهادة ومجرب ويفيد الناس ودائما يعالج الناس. ولكن إذا حصلت في المستشفى جاء إليها مثلا أطباء جهلة لا يعرفون شيء من الطب، أو بالعكس هم أطباء يعني يمرضون الناس، والمستشفى تصبح مثلا مستشفى موبوءة، أي مريض يدخلها ما يخرج سالم من عندها إلا على المقابر. فالمستشفى تكون فاسدة. المشكلة هنا أنه المبدأ صحيح، رجوع الجاهل إلى العالم. وطبعا الله تعالى لم يقل أنتم ارجعوا إلى أي واحد اسمه عالم، إنما يجب أن يكون فعلا عالما حقيقيا، مو يكون عالما وهميا. المشكلة الآن عندنا الحوزة حوزتان، حوزة علمية فعلا ناس يجتهدون ويبحثون على مناهج صحيحة، يبدأون بالقرآن الكريم وينتهون بالواقع، وعندنا حوزة غالبة في الحقيقة، حوزة أمية أنا أسميها أمية، لأنها يعني المفروض تخرج مراجع ومجتهدين ويطلعون، وكل واحد يكتب على اسمه أو لقبه آيت الله العظمى المجتهد الأعلم الكذا. شوفون هالسوق الحوزة الأمية رائج، ولكن في الحقيقة هم يعني لا يعرفون شيئا من الدين، ويضعون أنفسهم في مواضع عليا توجيهية، أن الناس يجب أن يخضعوا لهم، أن يرجعوا لهم، أن يسمعوا كلامهم، أن يقلدوهم لأنهم علماء، بينما هم جهلة، حقيقة جهلة. أنا لا أريد أن أسب أحدا أو أشتم أحدا، ولكن حقيقة هذه أنا ألاحظها وأشاهدها. والناس يقول لك أنا عالم. المشكلة وين؟ المشكلة في منهج الدراسة. يعني الطالب الآن شوفوا روحوا بالحوزات، أنتم معظم الحوزات لا أقول كلها، في حوزة علمية تدرس بصورة صحيحة، وفي ناس يلف العمامة ويدخل بالحوزة فيدرس مثلا لغة عربية، يدرس فقه، يدرس أصول، ولكن لا يدرس بصورة جيدة. من أهم دروس الأصول دراسة يعني الأصول، يعني أنه إحنا منين نأخذ الدين، هاي أصول يسموها في الحوزة، قبل ما واحد يبحث الفقه يشوف أنه هو من أين يستقي هذا الفقه، فيسموها أصول الفقه. أصول الفقه المعروفة عند كل المسلمين القرآن الكريم والسنة النبوية والعقل، والبعض يضيف الإجماع الاستحسان كذا حسب المذاهب الإسلامية المختلفة التي تختلف يعني في بعض التفاصيل الأصول، ولكنهم متفقين أساسا على القرآن والسنة النبوية والعقل. ولكن نجي عمليا نشوف في الحوزة الأمية ماذا يحدث.
يحدث أنه القرآن يحطوه على صفحة لأنه هذا ما حد ما يفتهمه، ويرحون حتى الأحاديث النبوية ما يدققون فيها وما يحققون أي حديث جاهم اسم هذا حديث، ولا سيما إذا قالوا هذا حديث مجمع عليه، يعني حديث انتشر عند السنة ثم انتقل إلى الشيعة مثلا. أحاديث كثيرة هي ضعيفة ومختلقة ولكنها انتشرت في فترات من الزمن عند ما يسمى بأهل السنة أو أهل الحديث في القرون الأولى، ثم انتقل الحديث إلى الشيعة، مثل حديث الفرقة الناجية تعرفوه، ستفترق أمتي على 73 فرقة، افترقت اليهود وافترقت النصارى 71 و72، وسوف تفترق هذه الأمة على 73 فرقة، هو فرقة واحدة ناجية تدخل الجنة وبقية المسلمين كلهم بالنار، وكل جماعة يقولون نحن الفرقة الناجية. أسأل هذا حديث مو محل شاهدنا. يعني حديث آخر أنه من مات ولم يعرف إمام زمانه أو وليس في عنقه بيعة، هذا عند السنة كان وليس في عنقه بيعة، مات ميتة جاهلية. شيعة طوروه الحديث صار من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. طيب من الأئمة مثلا؟ الأئمة يعني الحكام الآن، ويقول لك لا مو الحكام الآن أن أنت بايعهم ويكون في عنقك بيعة، إنما تعرف هذا الإمام، تعرف من هو هذا الإمام اليوم عند الشيعة الاثنى عشرية في الحوزة الأمية، الإمام الثاني عشر محمد بن حسن العسكري الغائب صار 1200 سنة. طيب هذا شلون إمام اللي لا يتفاعل معانا ولا يهدينا ولا يرشدنا ولا يقودنا ولا يؤمنا، فكيف نطق عليه كلمة إمام؟ وهل أساسا هذا الشخص موجود ومولود وفعلا حي أو هو أسطورة مثلا؟ الشيعة بعد وفاة الحسن العسكري، الإمام الحسن العسكري قال أنا ما عندي ولد، ولم يتحدث عن الإمامة وتوفي. بعد ذلك ورا 100 سنة تقريبا طبعا افترق الشيعة ووقعوا في حيرة كبرى وتفرقوا إلى 14 فرقة أو 15 فرقة، وكلهم قال قولا، وبعضهم رجعوا عن الإمامة وبطلوا عنها، راحوا صاروا زيدية إسماعيلية معتزلة سنة. وفريق معين في القرن الرابع قال لا، هو تثبت ببعض الحكايات يعني وادعاءات ذول النواب الأربعة، إشاعات كانت يعني، قال صحيح إذن هذا إمام موجود، وصارت الفرقة الاثنى عشرية. إجا الشيخ المفيد قال سوى نظر لهذه الفرقة الاثنى عشرية، مؤسس الفرقة الاثنى عشرية في القرن الرابع والخامس الهجري، قال المؤمن بهذا الإمام فهو كافر. هو محل جدل أصلا، موجود لما موجود، وشنو معنى الإمام وشلون احنا نتعامل معاه، المهم بس تؤمن به، يعني تؤمن به أنت تدخل الجنة، إذا ما آمنت به طب النار صير كافر. فأخذوا هذا الحديث، تركوا القرآن الكريم الذي يعني لا يشترط الإيمان بشخص معين، أصلا القرآن الكريم والإسلام عموما حتى النبي محمد صلى الله عليه وآله لم يتحدث الإسلام عن نظام الحكم وعن الإمامة والخلافة والبيعة، كل هالشيء ما موجودة في الإسلام في القرآن، إنما هي متروكة للعقل الإنساني، الله ترك الناس يختاروا أئمتهم حسب ظروفهم وحسب مبادئهم وثقافتهم. فسبب هذا الحديث، فالقرآن يعني ينص على التوحيد والنبوة والمعاد وأركان الدين أخرى مثل الصلاة والصوم والحج والزكاة وما إلى ذلك، لا يوجد فيه أي حديث عن الإمامة، واللي ما يؤمن بالإمامة يروح بالنار مثلا. فالحوزة الأمية لا تنظر إلى القرآن الكريم، لا تقرأ القرآن الكريم وتشوف القرآن ماذا يقول، وأن هذا الحديث يتعارض مع القرآن أو يتفق مع القرآن. طبعا يتعارض، وحديث موضوع يصير وكاذب ومو صحيح لأنه يتعارض مع القرآن. حتى أن الإمام الصادق قال كل حديث يجيكم عنا اعرضوه على القرآن،
فإذا شفتوه يتعارض مع القرآن اضربوا به عرض الجدار لتأخذون به. فإذا هذا الحديث لماذا أخذنا به؟ مو بس أخذنا بالحديث كفكرة يعني أنه تجب البيعة أو الطاعة أو المعرفة للإمام، لا، استندنا على هذا الحديث ولدنا به شخص ما موجود، أصرنا الحديث وطلعنا من عنده ولد غير موجود وسويناه إمام، وبعدين أخذنا من عنده نيابة عامة ونيابة خاصة حتى نحكم الناس بصورة مستبدة. المرجعية اللي نشوفوها الآن قائمة على هذا الحديث وافتراض وجود ولد على بناء على الحديث، افتراض وجود ولد للإمام العسكري رغما عن أنفه، ثم ادعاء النيابة العامة عنه، ثم كل واحد مرجع يجي يقول لك أنا ولي أمر المسلمين، أنا الحاكم الشرعي، أنا لازم كل شيء يصير بيدي، الخمس، الزكاة، كل شيء يصير بيدي، والسلطة تكون بيدي، وأنا ولي أمر المسلمين في كل العالم مو فقط في بلد معين. هذه الأفكار ناتجة من الحوزة الأمية، فبناء عليها ينشأ التكفير بناء على الحديث الموضوع والفرضيات الوهمية الخيالية الأسطورية. تشوفون عندنا الطائفية صايرة، التكفير والطائفية، يعني من يجي واحد يكفر الناس يسوي طائفية، ردود فعل تصير وتصير معارك وحروب كما صارت في أيام الشيخ المفيد. الله سبحانه وتعالى يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويقول وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وفي آية أخرى وأنا ربكم فاتقون، ويقول أيضا يعني إنما المؤمنون إخوة. هذا القرآن دائما يحث على الوحدة الإسلامية وعلى المحبة والأخوة ونبذ التفرقة، ولكن هذه الحوزة الموبوءة كالمستشفى الموبوء، الحوزة المريضة اللي ما تعتمد على القرآن، تنسى القرآن تحطه على صفحة وتجي إلى الأحاديث الموضوعة، أخبار الآحاد، والتي أول شيء تنتج عنها تعصرها، تعصر هذه الأحاديث الموضوعة فتستخرج ولدا تقول هذا هو الإمام، ثم تقول ياه الميم بني ما بيصير كافر، هذا يروح للنار. فكر متطرف. خلنا نسمع إلى بعض المشايخ اللي يسمون علماء أو يدعون الاجتهاد والمرجعية، شوفوا ماذا يقولون قديما ولاحقا من أيام الشيخ المفيد إلى يعني عبر التاريخ وإلى الوقت المعاصر. لاحظوا مثلا السيد محمد الشيرازي رحمة الله عليه، رجل كان يعني كان يحاول التجديد، كان يحاول إعادة النظر في كثير من الأمور، ولكن عند محاضرة استمعت إليها مؤخرا يقول من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، وهذه يروح للنار. شوفوا كيف يقول. الرحمن الرحيم، من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. هذا الحديث وارد حول الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، وحيث إن غدا يصادف ذكرى ميلاد الإمام المهدي نتبرك بذكر هذا الحديث الشريف، نذكر بعض ما يمكن أن يذكر حوله من بعض المطالب. من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. الجاهليون كيف كانوا يموتون؟ موت الكفر قبل رسول الإسلام. الجاهلية والجاهليون كانوا يموتون كما يموتوا سائر الكفار. فمن مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. الجاهل الذي كان يموت قبل الإسلام إن كان معاندا فجزاؤه النار، وإن كان جاهلا فهو كافر في الدنيا وهناك في الآخرة يمتحن امتحانا جديدا، فإن خرج من الامتحان ناجحا فجزاؤه الجنة، وإن خرج من الامتحان راشدا
فجزاؤه النار، الذي يموت وهو لا يعرف إمام زمانه، على قسمين، إما معاند فرأسه إلى النار، وإما جاهل ويسمى بالقاصر. هذا جزاؤه أنه في الآخرة يمتحن، إن خرج من الامتحان ناجحا فالجنة، وإن خرج من الامتحان راكبا فالنار. طيب شوفوا، خلص حكم على اللي ما يعرف الإمام، يعني هو ما موجود، يعني فالشغلة مضادة للعقل، مو بس مضادة للقرآن، أن تؤمن بشخص موهوم شبح يعني، ويعلقون الدين كله عليه، لو تؤمن به تدخل الجنة، لو ما تؤمن به تروح للنار. خلينا نشوف ابن السيد محمد الشيرازي اللي هو سيد جعفر الآن، أيضا دي تحضر للمرجعية مال المستقبل، نفس الفكرة نفس الكلام. طبعا مو فقط الشيرازية يطرحون هذه الفكرة، كل الحوزة الأمية في كل مكان تطرح هذه الأفكار المتطرفة وتبني شيء على شيء، كله على أحاديث أخبار أحاد موضوعة أو إشاعات أو فرضيات وهمية، يركبوها كلها مع بعض ويعجنوها ويسوون في الموقف. طبعا هم يستفيدون الاستبداد الديني من وراء الأحاديث والأفكار، ويحدثون التفرقة في المجتمع، الطائفية، التكفير، العنف، ويستمرون في هذا الكلام. خلينا نسمع على ابنه سيد جعفر الحسيني الشيرازي ماذا يقول أيضا في هذا الصدد. إذا الإنسان لا يعرف فرعا من فروع الدين، هذا إذا مات لم ليس موته موت جاهلية، لأن موت الجاهلية يعني موت كفر، موت شرك، موت ضلال. هسه إذا واحد لم يعلم بفرع من فروع الدين، أفرض فد واحد في قرية نائية من المسلمين ما كان يدري أن الزكاة واجبة مثلا، فمات، هسه إذا مقصر في جهله معاقب، لكن هذا مسلم عاصٍ. وإذا مو مقصر يعني قاصر فليس معاقب حتى، لأن الله لا يكلف نفسا إلا ما آتاها، لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. المسلم العاصي ليس موته ميتة جاهلية، لأن ميتة الجاهلية ميتة كفر وشرك وضلال. فإذا واحد لا يعرف إمام زمانه ومات والرسول يقول ميتته ميتة جاهلية، فهذا معناه أن الإمامة من أصول الدين، مو فقط أصل الإمامة بل معرفة إمام الزمان. من الإمام في زمانك تقول ما أدري، هذا يسبب أنه اختلال وخلل في أصول الدين، ميتة كفر وشرك. نعم، شوفوا شلون قلب الموضوع، سوى موضوع الإمامة من أصول الدين، رغم أن أصول الدين تؤخذ من القرآن الكريم ولا تؤخذ من أخبار الآحاد الضعيفة، ولكن هنا المشكلة في المنهج، منهج التفكير في الحوزة الأمية، أن يأخذون الأحاديث الضعيفة الموضوعة فيها نزاع حولها مثلا، ثم مو فقط الفكرة، لا، لازم تؤمن بهذا الشخص اللي هم دي يفترضوه شخص موهوم، لا تؤمن به لو أنت تصير كافر مشرك، تموت موت ضلالة وموت جاهلية. فهذا معناته هناك انقلاب في المنطق العلمي، بدل ما يروحون يدرسون القرآن الكريم ويشوفون القرآن ما هي أصول الدين في القرآن، هو دي يسوي له أصل من أصول الدين، وطبعا أصل الدين يعني هذا لو ما يؤمن بي واحد أكيد يصير كافر، صار أصل من أصول الدين، والإيمان بهذا الإمام الغائب اللي ما موجود ولا مولود هذا أيضا أصبح من أصول الدين، وإذا أنت ما عرفته فدينك كله فاسد. هذا فكر متطرف، فكر يؤدي إلى بعدين هم طبعا لما يختلقون هاي الشخصية الوهمية
فيأخذون النيابة العامة عنها ويقولون احنا أولياء أمور المسلمين، كما كان يقول السيد محمد الشيرازي أيضا، وكل شيء، وما يجوز واحد يسوي له حزب أو حركة أو ثورة أو دولة إلا تحت رعاية المراجع. هذا الفكر المرجعي المبني على فرضيات في البداية عقلية، النيابة رجوع الجاهلي إلى العالم، هذه مسألة عقلية كرجوع المريض إلى الطبيب. ولكن أي طبيب يا طب، إذا الطبيب جاهل، هو جاهل ينشر الجهل وينشر المرض والفيروسات والميكروبات، هذا شلون يجي يعالج الناس؟ كيف يمكن يعالج الناس؟ في الحقيقة يعني مع الأسف الشديد، الحوزة الأمية المفروض فيها تحيي الناس بالدين بالقرآن الكريم، هي تعتمد على هاي الخرافات والأساطير والأحاديث الضعيفة، أخبار الآحاد المؤولة، وبالتالي تسوينا مشكلة كبيرة. فإذن على الحوزة العلمية التي تدرس القرآن الكريم وتعتمد عليه أن تؤكد هذا الأصل، أصل القرآن الكريم، وما يجوز تروح تأخذ أحاديث ضعيفة، وأكثر من ذلك ما يجوز تأخذ فرضيات وهمية، فرضيات لم ينزل بها الله أي من سلطان، وتعتمد عليها وتسوي لها مذهب خاص وتسوي لها فكر خاص يدمر المجتمع. هذه الحوزات الأمية حقيقة هي حوزات مريضة وموبوءة، ولذلك أنا أقول احذروا الحوزة الأمية، فهي كالمستشفى الموبوء، تنشر الأمراض كالغلو والخرافة والتفرقة والاستبداد والشرك بالله تعالى بعد ذلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.